بالنسبة للحرارة والضغط والتشكيل عايز أفرق بين كلمتين مهمين جدا جدا. إيه هما؟ بين كلمة الرزن وبين كلمة الخامة التشكيل. في فرق كبير جدا. يعني لما أقول مثلا بولي إيثيلين أقصد بيه خامة التشكيل، يبقى في تركيب تاني غير بولي إيثيلين رزن. هديك مثل بسيط، زي ورقة السلوفان لو أنت مسكتها بإيديك كده هتطبق، لكن لو غلفت بيها حديد هتلاقيها جامدة جدا، بس واخدة شكل السلوفان من اللمعان والشفافية. يبقى إيه؟ الرزن هو مادة هشة ومادة ضعيفة، لما بضيف لها الإضافات بتصبح مادة خام التشكيل. يبقى خامة التشكيل هي الرزن زائد الإضافات، والإضافات دي بضيفها طبقا للمواصفات الميكانيكية اللي أنا عايزها في المنتج. يعني في بولي إيثيلين رزن، وفي بولي بروبلين رزن، وهكذا، وفي خامات التشكيل. يبقى كده اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي نعرف بقى ايه المسميات، بولي إيثيلين، بولي بروبلين، ايه المسميات دي جت منين؟ جت في دي أرقام بعض اللغات القديمة. مونو ايه يعني واحد، ايثان اثنين، بروبان ثلاثة، بيوتان أربعة، بنتان خمسة، هيكسان ستة، وهكذا. هيكسان زي الهيكزانول ثلاثي، واخد بالك؟ بنتان بنتانول، بيوتان زي الأكريل بيوتادين، ده برضو اللي هو ايه الاي بي اس، خلاص. فالمسميات جت من اسماء الارقام دي. طب ايه الارقام دي بتشير الى ايه؟ بتشير الى عدد ذرات الكربون. يعني كل البلاستيك ده مركبات هيدروكربونيه، الاساس فيها الكربون. وبعدين انا قلت اصلا ان البلاستيك ده خامه جت من الهواء، هي كلمه بسيطه صحيح بس ليها عمق. كل خامات البلاستيك هي من غازات البترول، يعني الميثان، الايثان، كل الحاجات دي. الايثان مثلا ده غاز، حتى لما بيتحد مع الكلور بيطلع غاز البوليفينال كلورايد، الفينال كلورايد. طيب ازاي احنا بنحوله لماده صلبه كده؟ الايثيلين تحت الضغط والتبريد بيتحول الى سائل. واحد يجي يقول لي ازاي، اضرب لي مثلا زي انبوبه البوتاجاز، لما بتيجي ترجها تحس ان هي مليانه سائل، مليانه ميه. هي مش ميه، هي غاز، بس تحت الضغط والتبريد يتحول الى سائل، لما تفتح المنظم يتحول الى غاز. وحتى الغاز لو انت مثلا والعياذ بالله يكون في انبوبه تنفس هتلاقي الغاز سائع جدا. ليه؟ لان تحت الضغط والتبريد. فالغاز الايثان ده خدناه ضغطناه وبردناه لغايه ناقص 80 درجه مئويه عشان يحصل له ايه بقى؟ بوليمرايزيشن، بلمره. يعني ايه بلمره؟ يعني تصور القطر العربيه دي تسميها مونيمر، غاز الايثان شبك مع غاز إيثان، مع جزيء مع جزيء مع جزيء، كونوا القطر. القطر بقى ده ممكن يكون 30 عربية، 20 عربية، 100 عربية، ده الوزن الجزيئي بتاع المنتج. يتحول إلى إيه؟ إلى بولي إيثيلين أو بولي بروبلين. الخامات تطورت تطور كبير جدا، بس ما زال يبقى البولي بروبلين أفضلهم جميعا. في تحمل درجات الحرارة، في انه هو برضو بيخش في الاسماك الرفيعة، بيتحمل صلابة، عنده صلابة كبيرة، بس عيبه الوحيد انه ما بيتحملش اللي هي ايه الدرجات المنخفضة جدا، التبريد المنخفض تلاقيه شقق. عكس البولي انسولين مشكلته الكبيرة في ايه؟ في درجات الحرارة العالية، بيحصل له يتلين ويتشوه. البولي انسولين اشهر الخامات، في نوعين منه، في الاتش دي بي اي يعني البولي ايثيلين عالي الكثافه. يعني ايه عالي الكثافه ومنخفض الكثافه؟ تعريف كلمه كثافه يعني مقدار ما تحتويه من ماده، 1 جرام مقدار ما تحتويه من ماده، يعني عدد الجزيئات في السلسله دي.
فلو عدد الجزيئات كتير يبقى ده ايه؟ عالي الكثافه. لو عدد الجزيئات قليل يبقى ده منخفض الكثافه. في فرق كبير جدا بين عالي الكثافه ومنخفض الكثافه. عالي الكثافه انا اقدر اعيد تدويره مرتين اتنين بس، بعد كده لازم يتضاف له ايه؟ خامه جديده عشان يقدر يصلح. ولذلك تلاقيه في مثلث اعاده التدوير مديله 2. اذا علامات اللي هي بتتحط على علامات التدوير تلاقي البولي البي اي تي واخد 1. ليه؟ انه استخدم مره واحده بس. البولي انسولين الاتش دي بي اي بس يستخدم مرتين. كويس؟ البولي بروبلين البي في سي 3 مرات وبعد كده يبقى ايه؟ خطر، يطلع غاز كلوريد الهيدروجين وكده. البولي انسولين اللينير او البولي انسولين اللو دينستي ممكن 4 مرات. يعني اكتر، يستخدم اكتر من الاتش دي بي اي، ممكن تعيد تدويره كذا مره مش هيجرى له حاجه. البولي بروبلين يستخدم 5 مرات ولذلك تلاقيه واخد رقم 5. يبقى اذا مثلث اعاده التدوير ده هو بيبين لك ان هو يعيد تدويره بس عدد المرات القابل فيها في التدوير بتبقى مكتوبه في قلب المثلث. يعني لو قلبت ازازه كده هتلاقي بي اي تي 1، هتلاقي مثلا بولي انسولين 2، خد بالك بي في سي 3. والبولي انسولين ده تلاقيه مستخدم في الجراكن، مستخدم في حاجات كتير زي كده، ادوات الطعام. في ميزه حلوه في الطعام ان هو ايه؟ بيحفظ الطعام وبيتحمل درجة الحرارة المنخفضة، يعني لو حطيته في التلاجة مش هيجرى له حاجة. والبولي بروبلين طبعا ده مشهور وانا بفضله، انا بعتبره من احسن الخامات الموجودة والاقل تكلفة في الانتاج لانه وزنه خفيف. وبعدين احنا عندنا عشوائية جدا في استخدام الخامات، يعني مثلا نستخدمه المعالق والشوك والسكاكين من بولي ستيرين. بولي ستيرين طبعا خامة مشهورة. هذا خطأ جسيم جدا، أمريكا منعت استخدامه من 20 سنة إن هم يستخدموا البوليستيرين، خد بالك؟ المفروض يعملوه من البولي بروبيلين ويضيفوا له بعض الإيه المواد اللي تخليه إيه صلب شوية، في على فكرة دي في الإضافات، وفي شركات متخصصة في صناعة الإضافات دي اللي تديك المواصفة اللي أنت عايزها. خلاص؟ يبقى في حاجات احنا بنستخدمها عشوائي. بعد كده بنلاقي خامة البي في سي. خامة البي في سي دي اصلا بتطلع غاز الاتش سي ال كلوريد الهيدروجين، ده غاز بياكل الفتيل بتاع الفرن، غاز بيأذي الصحة جدا، خد بالك، لانه مية نار. انت لو خدته ودوبته في مية هيديك حمض الهيدروكلوريك، مية نار فعلا. ولذلك الجماعه اللي بيشتغلوا في المكن اللي بيشتغلوا فيه بي في سي بتبقى الريحه صعبه جدا ويكح وتاثر على الرئه بتاعته تاثير مباشر. وكمان المكنه بتاعته بتبقى ليها مواصفه خاصه جدا، الفتيل واخد طبقه من الهارد كروم العاليه جدا، الفرن واخد طبقه من الهارد كروم العاليه جدا، القالب نفسه لو انت ما عملتوش كده تلاقيه اصفر ويتاكل وينقر، لان هي خامه ايه؟ مؤذيه جدا. بس ليها مواصفات كتير. يعني هي مثلا ايه؟ فيها نوعين، النوع طري والنوع ناشف، النوع البولي فاينال كلورايد، وفي النوع الثاني اللي هو ايه؟ ان بلاستيزايد بي في سي اللي هو النوع الناشف. يبقى في يو بي في سي وفي بي في سي. ده الطري بيستخدم في الجلود وفي المفارش وفي الحاجات دي، بيستخدم كجلد صناعي. الناشف طبعا بيستخدموه في مواسير المجاري ومواسير الكهرباء، وبيستخدموه في بعض الاجزاء اللي هي تحتاج الى صلابه كويسه. ولكن طبعا يعني مره سمعت حاجه غريبه جدا، كان في اخ بيشتغل في معالجه الميه، في معالجه الميه، وكان عامل مزرعه علشان يستخرج الفضلات السيئه من الصرف، فكان بيستخدموا حاجه اسمها اللاميلا. اللاميلا دي عباره عن الواح بيمر فيها الميه بالصرف الصحي، بتحوش فضلات كتير، بتتعرض للشمس، عايزين يعملوها من البي في سي، طبعا غلط، لان تعرض للشمس هتتلين وتتاثر وتبقى مش كويسه. دي المفروض يعملوها ايه؟
بولي بروبلين، خد بالك. البوليسيلين برضو في بعض الناس بتعمل منه المزارع، مزارع للبكتيريا، فبيستخدموه على شكل قرص مخرم كده وبيرموه في المية عشان يعملوا مزارع، يعملوا ايه، يربوا بكتيريا حميدة تاكل الحاجات الايه الخبيثة. ليه؟ لان البوليسيلين فيه يعني نفاذية اعلى، فبتسكن البكتيريا فيه بكمية اكبر، لكن ما تنفعش بولي بروبلين. يبقى هنا الخامات بتاعتنا احنا بنوظفها حسب الاستخدام، بس للاسف الشديد ان احنا هنا في مصر بنستخدم الحاجات عشوائيه، يعني مثلا خراطيم كهرباء من معيله من بولي ايثيلين، لو دنستي على هاي دنستي على خلطه كده بيعملوها، ولكن ده غلط لان بولي ايثيلين بيشتعل، ولكن هم بيعتمدوا على ان هو في الحيطه فمش هيشتعل. لا طبعا دي حاجه سيئه، المفروض يستخدم من البي في سي. بيعملوا كتير جدا من علب الكهرباء اللي في الحيطه من انتي شوك، واخد بالك، الهاي امباكت بوليستيرين. الهاي امباكت بوليستيرين ده بيولع، لما يعني لما الكهرباء تعمل قفله العلبه تولع تفحم، واخد بالك. في حاجات كتير اخطاء بنعملها في استخدام الخامات. كان معاكم الكيميائي ممدوح محمود.